سيدات والسادة مديري المؤسسات الجامعية، سيدات والسادة أعضاء اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ برنامج التكوين في الدكتوراه، سيدات والسادة الأساتذة المحترمين، سيدات والسادة إدارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أصدقائي الطلبة الناجحين في شهادة في امتحان في مسابقة الدكتوراه، أتشرف بلقائكم اليوم من أجل إعطاء إشارة انطلاق للتكوين الأفقي في السنة الأولى من التحضير للحصول على شهادة الدكتوراه. إذن في هذا اليوم الذي يصادف شهر رمضان المبارك بينك جميعي على شعب جزائري أو قيادة تعمل، وكذلك في الأمة الإسلامية قلنا أن ننطلق في هذا التكوين المبارك في هذا الشهر المبارك من أجل أن يكون قفزة أخرى نحو بناء منظومة تعليم عالي وبحث علمي في مستوى تطلعات المواطن الجزائري، بحيث أنه منذ تنصيبي في هذا القطاع عملت لأجل أن تكون الجامعة بالفعل قادرة تنميتي العلمية خاصة والوطنية عامة. أضفنا إلى مهام الجامعة قيمة التي تتمثل في خلق الثروة من خلال استهداف مؤسسات ناشئة، وبالتالي يصبح الطالب خالق لمناصب شغل بغض أن يكون طالب لهذه المناصب. قناعة مني أن مستقبل التوظيف لن يكون في الوظيفة العمومية، ولن يكون في الشركات الموجودة، وإنما سيكون في استحداث هذه الشركات الناشئة، وما هي إلا عبارة عن تنظيم مؤقت، تنظيم اقتصادي مؤقت يؤدي فيما بعد إلى استحداث مؤسسات اقتصادية، وبالتالي نكون ذلك الحزام الذي نحلم به، الحزام حول المؤسسة الجامعية، الحزام الذي يبنى على أساس رأس مال المخاطرة المتمثل في هذه المؤسسة القارعة، والتي من خلالها نحول أفكارنا، نحول ابتكاراتنا إلى منتوج مصنع أو منتوج قابل للتسويق. وفي هذا المجال بطبيعة الحال قرار ميزانية 1275 يأتي ليقدر هذا النشاط الذي يضاف إلى مهمة الجامعة المتمثلة في نشر المعرفة
إنما المفروض خلق ونشر المعرفة، وكذلك البحث العلمي وتجميع هؤلاء في أن يكون نشاطين مهمين ومفيدين يؤديان إلى خلق الثروة، وبالتالي تصبح الجامعة هذه القادرة للتنمية، هذه القادرة على المستوى المحلي تقوم بشن أو استحداث نوعية خاصة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مهما تكون الفروع التي يتبعها الطالب، سواء كانت في مجال التكنولوجيا والعلوم الدقيقة وعلوم الأحياء أو في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية. لكل من يمتلك فكرة ابتكارية يمكن أن يساهم بها في تحويل المجتمع والرقي به إلى ما يتطلب هذا المجتمع. وبالتالي مثلما قلت سابقا أكرر أن الهدف هو تكوين مواطن. أنتم دكاترة تكونون دكاترة وستكونون مواطنين، مواطنين صالحين، تعرفون واجباتكم، تعرفون حقوقكم، مواطنين تعرفون القانون وتحترمون القانون. ستكونون أناس ذوي نقد بناء، وتعرفون التواصل مع الآخرين سواء عن إتقانكم للغات الأجنبية أو بالبرمجيات أو تكنولوجيا الإعلام والاتصال. ولكم كذلك صفة الابتكار والإبداع التي ستمكنكم من تحويلها إلى منتجات يمكنكم أن تسوقونها، وبالتالي تصبحون خالقين للثروة خاصة على المستوى المحلي، وبالتالي نوصل لتلك اللغة المتكون من أطراف ثلاث: الجماعات المحلية، الجامعة، والدولة. الكل يتنافس من أجل الرقي بالمنطقة التي يتواجد بها، وبالتالي هذه الجامعة الراسية في المجتمع الذي يحق له، هذا المجتمع الذي حق حاسب الجامعة على أدائها وعلى منتوجها، وبالتالي نرجع إلى ما قلنا في البداية، وهو أن تكون هذه الجامعة قادرة للتنمية المحلية، وبالتالي أقول المعلم بارك الله فيكم، كونتم جيل فاهم، جيل مواطن صالح، جيل يقود المجتمع من أجل ترقيته ومن أجل أن يكون له مكانة ضمن الدول الأخرى، خاصة أننا نعيش في زمن تدريب التعليم العالي، زمن تقاسم المعارف وتطويرها، وبالتالي لا يجب علينا أن نبقى بعيدين عن هذه الأمور التي تتماشى مع متطلبات العصر. إذن هذه السنة مثلما لاحظتم أننا فتحنا ورشات كثيرة في مجال التكوين، في مجال تواصل الجامعة مع محيطها الاقتصادي والاجتماعي، سواء كان في مرحلة التدرج أو في مجال الدكتوراه. وهنا الإحصائيات التي من خلالها نحصي أننا فتحنا 6010 منصب في الدكتوراه من خلال 824 عرض التكوين في الدكتوراه التي توزع على 14 ميدان، بما فيها 51% في
مجال التكنولوجيا و 49% في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية. ووجهنا هذه العروض نحو ما يحتاجه المجتمع الجزائري، سواء كان في المحاور الرئيسية للبحث العلمي والمتمثلة في التأمين أو الأمن الغذائي، الأمن الطاقوي وصحة المرأة. إذن هذه هي المحاور الثلاث، يضاف إليها المحاور الأخرى التي تتماشى مع متطلبات المجتمع في مجال الاقتصاد والاجتماعيات. إذن حسني، مليئة 22% من عروض تكون قد ذهبت إلى التأمين أو الأمن الإلهي، 6% الأمن الطاقوي، 12% نحو صحة المواطن، و 59% كلها عروض علاقة مع القطاع الاقتصادي والاجتماعي. بطبيعة الحال هناك نقاط ضعف خاصة في مجال الأمن القوي، حيث نكسب 6% وهذا شيء قليل، وبالتالي على الجامعة وعلى الجامعيين أن يعطوا أهمية أكثر نحو هذا المحور الاستراتيجي والمتمثل في الطاقة، سواء كانت الطاقة الأحفورية أو الطاقات المتجددة، ويجب أن نرفع من هذه النسبة في السنوات المقبلة. كذلك يجب علينا أن نرفع من نسبة صحة المواطن، 12% هو نسبة ضعيفة وعلينا أن نهتم بها. ولما أقول علينا نهتم بها، أنا أتوجه إلى السيدات والسادة الأساتذة الباحثين الذين يجب أن نعمل معا من أجل أن نطور البحث العلمي من خلال الدكتورة ومن خلال برامج البحث العلمي في وحدات البحث العلمي في هذين المحورين، دون بطبيعة الحال أن ننسى الأمن الغذائي. 22% كذلك يجب أن نحسنه حتى نصل على الأقل إلى 30% من مواضيع، على الأقل 30% أو أكثر كثير من ذلك، حتى نحصل على ما يحتاجه المواطن من تأمين غذائي خاصة من المرحلة، سواء كانت على المستوى الوطني أو الدولي، ستطلب أن نتمنى في مجال تقنيته. إذن المحاصيل الأخرى تتمثل في 91 مؤسسة جامعية قد اعتمدت من أجل تنظيم المسابقة في الدكتوراه. من بين هذه 91 مؤسسة 53 جامعة، 30 مدرسة عليا، و 8 مراكز جامعية. 1630 مسابقة نظمت من 15 جانفي 2023 إلى نهاية 15 فبراير 2023. عموما التنظيم كان تنظيما محكما، وهذا بفضل تضافر جهود الجميع، أساتذة زملائي وزميلاتي الأساتذة، أشكركم شكرا جزيلا على تنظيمكم المحكم، على عقليتكم، على تضافر جهودكم مع الإدارة التي تعاونتم معها مع إطارات الإدارة على مستوى المؤسسة الجامعية. أشكركم جميعا على هذه المجهودات التي قمتم بها، وبالتالي أعطيتم مصداقية لمسابقة الدكتور. الجديد كذلك هذه السنة وهو مثل ما قلت لكم إنشاء لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ برنامج التكوين
تكوين الإراقي أو العربي في الدكتوراه لجنة وطنية بمقتضى القرار الوزاري رقم 4 المؤرخ في 2 فبراير 2023، والتي تتابع ما جاء به القرار الوزاري رقم 14/16 المؤرخ في 24 ديسمبر 2022، الذي يعطي أهمية للسنة الأولى في مجال تحضير الدكتوراه، السنة الأولى بحيث استحدثنا تعلم 4 مواد مهمة تتمثل في الفلسفة. الفلسفة هذا الميدان الضخم والشاسع الذي يمكننا أن نحكم على الأشياء من خلال عقلنا، من خلال نقدنا، وبالتالي على كل عالم. أنتم الدكاترة، أنتم العلماء، علماء الأمة بعد سنوات قليلة، أنتم الذي سيقع على عاتقكم تسير شؤون البلد. يجب أن تكون لكم روح العقل الصالح، وكذلك يجب أن يكون لديكم النقد البناء للأشياء من أجل بناء خلاصات تتماشى مع العقل، تتماشى مع الطبيعة الحية، تتماشى مع متطلبات المجتمع. كذلك يضاف إلى الفلسفة التعليمية، خاصة أن جزءا منكم سيكون على عاتقه التعليم أو التدريس، وبالتالي لا يمكن للمتخرج الذي يود أن يكون أستاذا جامعيا أن لا يقرأ في التعليمية، لأن التعليمية أو التعليم هو مهنة تعلم، وبالتالي لا يمكن للباحث في مادة من المواد أن يزعم أنه يمكنه التعليم تعليم المتعلمين دون أن يمارس التعليمية. المادة الثالثة المهمة وهي الإنجليزية، لأن الإنجليزية هي لغة يستعملها حوالي 1,200,000 شخص في المعمورة، وبالتالي على العالم الجزائري، على الدكتور الجزائري، على الجامعي الجزائري أن يتفاعل مع الآخرين من اللغة التي تمارسها أغلبية الشعوب. تكنولوجيا الإعلام والاتصال بطبيعة الحال لا يمكن للعالم المستقبل، دكتور المستقبل أن يتواصل مع الآخرين دون أن يستغل الإمكانيات التي تتيحها الإنترنت، تتيحها تكنولوجيا الإعلام والاتصال. وبالتالي نرجع إلى ما قلت في البداية، أننا نود أن نكون مواطنا يعرف القانون ويحترم القانون، يعرف حقوقه وواجباته، مواطن لديه روح النقد من خلال الفلسفة، من خلال المنطق، مواطن يتواصل مع الآخرين. بماذا ستتواصل؟ بالتكنولوجيا الإعلام والاتصال وباللغات الحديثة.